واشنطن تتمسك بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها طبعا وانسحاب المرتزقة. فوسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات ولتأجيلها لموعد آخر، حثت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية لتحقيق الاستقرار في البلاد. الدعوة الأمريكية تأتي بعد أن دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، دعا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عام آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، مبررا ذلك بأن إجراءها في موعدها المحدد لن يجلب الاستقرار إلى البلاد.